السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعي الكرام. النهاردة هنتكلم عن زوزو ماضي. تزوجت تاجر مخدرات وسجنت وحاولت الانتحار بسبب ابنتها. هنعرف تفاصيل كتيرة جدا عنها، بس قبل ما نبدأ نرجو دعمنا بلايك للفيديو واشتراك في القناة ونفعل الجرس على الكل ليصلكوا كل جديد وحصري من القناة. الفنانة زوزو ماضي درست في مدارس فرنسية وكانت تجيد ثلاث لغات، وهي من مواليد 14 ديسمبر 1914 بمحافظة المنيا لأسرة لبنانية مسيحية من عائلة أبو ماضي، واسمها الحقيقي فتنة داوود سليمان أبو ماضي. تزوجت في سن صغير جدا من ابن عمها وانجبت طفلين هما انطون وايفون، وانفصلت عن زوجها في منتصف الخمسينيات في عام 1955، والتقت برجل الاعمال يدعى كمال عبد العزيز وتزوجت بعد 10 ايام من معرفتها بيه، وبعد 9 أشهر فقط ألقى القبض عليها هي وزوجها ضمن عصابة لتجارة وتهريب المخدرات، وقضت 9 أشهر في حبس احتياطي. براءتها المحكمة بعد التهم المنسوبة إليها، وأفرج عنها في مارس 1957. بعد خروجها من السجن تعاقدت على 4 أفلام جديدة، منها سيدة القصر أمام عمر الشريف وفاتن حمامة، وأطلق عليها الوسط الفني لقب المرأة الاستقراطية اللعوب بسبب أدوارها التي جسدتها من خلال شخصيتها في العمل، مثل الأم الاستقراطية أو زوجة الأب الشريرة، وتعد واحدة من النجمات البارزات في تاريخ السينما المصرية. وأول أدوارها السينمائية كانت أمام الفنان محمد عبد الوهاب في فيلم يحيى الحب. والفنانة زوزو ماضي قدمت عروض مسرحية كتير، منها مسرحيات اشتهرت وعرفت بيها زي الست هدى والنائب العام، ومن أشهر أفلامها سيدة القصر وكيف خسرت 1,000,000 جنيه والبحث عن فضيحة، وحاولت الانتحار عن طريق إبلاع أقراص منومة بعد خلافها بينها وبين ابنتها. ومن أشهر أعمالها الكوميدية سكر هانم مع الفنان حسن فايق. والفنانة زوزو ماضي شاركت يوسف وهبي عروضه المسرحية، ومنها بنات الريف ولقندة الأنس، وآخر ما قدمته على شاشة السينما المصرية فيلم القضية رقم 1، وشاركت في عدد من الأفلام جمعها مع الفنان ستيفان روستي. وتوفيت الفنانة زوزو ماضي في 9 إبريل عام 1982 عن عمر يناهز 68 عام. ودفنت الفنانة القديرة زوزو ماضي في أحد مقابر منطقة مصر القديمة بالقرب من سور مجرى العيون.